سيكتب التاريخ أن غزة كانت تقاتل لوحدها وحولها 21 بلد عربي مدجج بسلاح لم يحرك ساكنا. للأسف سيكتب التاريخ أن الإمدادات العسكرية الأمريكية دعما لجيش الاحتلال انطلقت من قاعدة الأمير الحسن الجوية في الأردن. للأسف سيكتب التاريخ أن متطوعين إماراتيين تطوعوا في صفوف نجمة داوود الحمراء للمساعدة في علاج الجرحى الصهاينة. للأسف سيكتب التاريخ أن أبناء غزة احتاجوا الغذاء والدواء والماء وعلى مرأى ومسمع من العالم، وجمهورية مصر العربية لم تستطيع إدخال شاحنة معونات لإغاثتهم. سيكتب التاريخ أن غزة الصغيرة والبسيطة المحاصرة منذ أكثر من 17 عاما قهرت جيش يخشاه 21 جيش من جيوش الدول العربية. للأسف سيكتب التاريخ أن غزة رسمت طريق الأمة، ثبتت على مواقفها ولم ترضخ للاحتلال وأعوانه في الوقت الذي يهرول قادة الأمة للتطبيع مع هذا الكيان الزائل. أخيرا، لن تهزم أمة قائدها محمد رسول الله، لن تهزم أمة دستورها القرآن، لن تهزم أمة نهجها التوحيد، لن تهزم أمة مطلبها الشهادة.